ايوه غدا. ايوه سامعاني؟ سامعاك. طب بقول لك ايه، انا عايزك في موضوع مهم. بعدين بعدين، انا مشغوله. لا بعدين ده ايه، اسمعيني. المدرسه بعتين جواب عايزين بقيه قسط المصاريف بتاعه الواد سليم، ولا مش هيدخلوه مدرسه تاني. طب ما تدفع. ادفع يعني ايه يا غدا؟ وانت عارفه ظروفي المهببه. انت مدياني الواد مديون ولا ايه يا غدا؟ اسماعيل، انا بدفع من ساعه ما اتطلقنا، وبعدين سليم ابنك زي ما هو ابني. اتحمل المسؤوليه شويه بقى يا اخي، خلي عندك دم. ايوه غدا، بس دول 30000 جنيه وانا اللي في جيبي ما يكملوش 30 جنيه. خليك اب مره واحده في حياتك بدل ما انت مقطيع. طب انت عصبيه كده ليه؟ ما تهدي. مش هفضل شايله مسؤوليته طول عمري. هو انت ايه؟ بتقول ايه؟ يعني ايه يا ده انت مش عارف تجيبها؟ قول بقى انك خرفت ومبقاش لك في الشغلانه يا حبيبي. هو ممكن يكون فعلا مش عارف يجيبها، وعشان كده في كذا ايجنسي ممكن تجيبها بدلها. يا جماعه ما ينفعش بنت كومبارس كنت بديها 200 جنيه في اليوم اديها 100000 جنيه في الاعلان. 100000؟ اه كتير برضو. عشان كده بقول لكم شوفوا اي حد تاني غيرها. اسمها ايه البت دي؟ اسمها 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 رغده. رغده، شوفي حتى الاسم قديم. انا ماني وايز ماليش علاقه بالموضوع، بس البنت ملامحها ان جدا للحمل. طيب يبقى على البركه. قول لها يا ابني ان احنا موافقين. موافقين ازاي؟ الله يا باشا، انت كده بتعص علينا الناس وبتبوظ السوق. انت مالك انت؟ انت هتدفع حاجه بتجيب امك؟ الله، ازاي يا ادم؟ ادم ازاي يا صانع السعاده؟ اسمع كده، مالك البت دي؟ انا عايزها بكره، بكره الصبح تكون عندك في البلاتو. انزل من على ودانها يا جريشه، انا عمري ما هعمل التهييس اللي انت بتقول عليه ده. التهييس اللي انت بتقول عليه ده هيجيب لك فلوس زي الرز. دول رفعوا المبلغ ل 40000 بلبل. 40000؟ اه ل 40000 ولا 60000؟ انا ما فيش الكلام ده. راجل اقعد، انا مش عارف انت متجعرن قوي ليه كده، مع اني عارف البير وغطاه. مش عارف اسماعيل يعني، بس انا واحد من الناس مش هطلب منك ثمن البقاله. انت بتعايرني يا جريشه؟ ان شاء الله ربنا هيدبرها من عنده يا سيدي. ونعمه بالله، بس ده رزق وجالنا. نعمه نرفضها؟ لو كترت في الكلام شكلي انا اللي هرفضك. طب انت عارف يا اسماعيل، لو ما دفعتش مصاريف المدرسه لسليم هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هيحصل حاجات كتيره قوي، كتيره قوي، حاجات كتير. سليم هيطرد من المدرسه الانترناشونال، وهتضطر ترميه في اي مدرسه. هيتعلم الصياعه، وده المكان اصحابه نور ومهند هيبقى برق وكرع. وسليم الكيوت هيتحول لبلطجي وشبح، ويقعد يثبت في الناس، ومش بعيد يثبتك انت. وبدل ما كنت تتمنى تشوفه دكتور ولا مهندس، هتنتهي حياته في السجن. السجن، السجن يا اسماعيل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا الله ولا فعلك. قلت لي التصوير امتى؟ بقول لك ايه، بصي دي كده. هو بس مشكلته الالوان فرايحي، احنا بنعمل حمله لا للتحرش، يعني قولي له يهدى شويه. حد من الانتاج يشوف لي جريشه. تحت امرك يا صانع السعاده. بنت جت؟ جت طبعا. الله الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدي اهدي. سامحني لو سمحت. معلش انا اسفه لله، السلك لمس في الكعبه فتقريبا اتكهربت. لا لا ولا يهمك، ده من حظ الحلو. قولي لي رغده، ده اسمك الاصلي ولا اسم شهره؟ لا لا، اسم الشهره. امال اسمك ايه؟ نبويه. لسه امبارح بقول لك ايه ياض على موضوع نبويه ده. ايوه ايوه صح، هو قال نبويه. نبويتي احنا 10 دقايق ونصور. رغده هي رانيا. ايه ده رغده، انت احلى بكتير من الصور. انا رانيا فهمي، الكرييتيف دايركتور بتاعت الحمله. وانا رغده اللي همثل في الحمله. انت تعبتيني قوي على ما جيتي. وحياه مامي، انت اللي تعباني من اول ما دخلت. خلاص لا لا لا، هي ما تقصدش، هي قصدها يعني ان هي تعبت قبل ما اقنعت اهلها عشان تيجي تعمل اعلان. رانيا هاتي لي ستايلست بسرعه عشان اشوف اللبس والشعر. يلا. اه جريش استعجلهم لي بسرعه. حاضر يا ريس. استعجل مين؟ اي حد. استعجل اي حد. يلا حرك. حاضر يا ريس. حرك. حاضر. حرك. لو سمحت ما بحبش كده. ولا كده؟ أرجوك لو سمحت. أنا كنت عايز أسألك بس، أنت مثلتي قبل كده ولا دي أول مرة؟ لا أول مرة أمثل. حد قال لك قبل كده إنك شبه منة شلبي؟ لا بيقولوا لي إني شبه مدحت شلبي. إحنا جايين نهزر بقى ولا إيه؟ أمال جايين نعمل إيه؟ نعزي؟ جسمك حلو قوي قوي. بتلعبي رياضة إيه؟ أنا بلعب رياضة الزينة، تسمع عنها؟ إلا أسمع عنها. أكيد هي اللي مخليها جسمك عامل زي الخرزانة. الخرزانة دي هتنزل على أدبك يا سافل. أنا عايز أصور. سفالة وقلة أدب. شوفوا بقى يا جماعة، هنبدأ. اتفضلوا. بص يا رغدة، أنت واقفة وسط الزحمة،
ومفيش نطع من اللي قاعدين دولت عاوز يقعدك. النخوة اتعدمت، المتحرش واقف وسطيهم، بتعجبيه، بتستفز الحيوان اللي جواه، بيتسلل ووب بيتحرش بيكي. وبعدين في يومك الاسود ده، اقسم بالله اقسم بالله اديك بالركبه. اوه يا حبيبتي انت فهمتيني غلط، انا بشرح لك الراجل ده هيعمل ايه بالظبط. هتقومي شتماه، هتقولي له ايه قله الادب والسفاله دي، اوب الرجاله دول هيقوموا. في ايه؟ في ايه يا حيوانات؟ في ايه؟ في ايه يا حيوان؟ هاتها يا حيوانات، هاتها. في ايه؟ انا مالي انا يا حيوانات؟ اهدي، هيحاولوا يتحرشوا بيكي. هنا هتبصي للكاميرا ومنتهى الانكسار وتعيطي، وانا هنزل اللوجو، بدل ما يضيع حقها لازم نوقف جنبها. تمام؟ فهمتيني؟ فين المتحرش؟ موجود. فين؟ موجود يا ريس. جاهز يا استاذ. اثبت اثبت. هو ده المتحرش. هو في غيره؟ ده هيقوم التحرش. ايوه بس ده مش هيتحرش، ده هيجيب عيال على طول. سلام عليكم. اثبت اثبت، بقول لك هخليهم لك 60,000 بلبل. بلبل؟ اه. مازك ما تحرمناش بقى في المشهد من الرياكشن الجميل بتاع التحرش بتاعك. لا 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 مش ده، ما كنا جبنا اي حد يعمل الرياكشن ده. هو ده. الله. تمام. يلا يلا انا عايز اصور. ربنا معاك. يلا انا متاخر والله. شط واحد تحرش اول مره، أكشن! آه! ستوب! ستوب! مين قال ستوب؟ ستوب! إيه إيه؟ الحيوان اللي قال ستوب؟ مين؟ الحالة يا أستاذ أدهم، الأستاذ حمدي الوزير فاكر نفسه بطنه ومش أوتوبيس. أدهم! أيوه؟ مجنة أزرق، أنا بشوف شغلي. عندك حق، هو أنا بس لو... إيه ده؟ وانا بس هستاذنك نوطي الفولت شويه عشان خاطري. بس حلو حلو قوي، حلو قوي قوي. يلا يلا انا عايز اصور. يلا يا ريس. ايوه يلا يا ريس، عايز اصور يا جماعه. يلا بقول لك ايه، بقول لك يا جريشه، انا مش هكمل الاعلان ده. انت لازم تكمل الاعلان دوت. انا عشان اكمل الاعلان ده محتاج حبوب منع الحمل. انا هخليهم يوصلوا المبلغ ل 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ اه. لا كده مبروك علينا العيل. خش كلاك. شط واحد تحرش تاني مره، اكشن. بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ انت جاي بتحرش ايه يا ولاد؟ انتوا بتضربوا الراجل؟ هو مش حد من الرجاله دي مال عينه كل ايه؟ هما فين الرجاله دي يا اخويا؟ انت عايز قلمات بوجهك؟ انت اللي عايز قلمات مش قلمات. ايه يا ولاد؟ انتوا حد من عينه كل ايه؟ يا حميد سيدي يا ملاك. لبسني واحده ست، وكمان جايب لي حمدي الوزير علشان يتحرش بيا. هو انا ناقص؟ انا ضحكت عليك في ايه؟ انا مش قلت لك هم عايزينك في اعلان؟ ايوه، ما انا قلت اعلان صابون غسيل جل للشهر، لكن حمله لا للتحرش. المره الجايه هتجيبني في حمله ايه؟ تنظيم الاسره. حد جاي؟ يا نهار اسود، وشك وشك ابتدى يشقق. قوم اعمل اي حاجه بدل ما نتكشف بسرعه. اتفضلوا اتفضلوا. برافو يا رغده، برافو، رياكشنك التلقائي ده غير كونسبت الحمله خالص. بجد؟ انت عارفه يا رغده اول مره حد ايه ده؟ رغده انت معايا يا ماما ولا ايه؟ لا لا ولا يهمك، اول مره حد ما ينفذش تعليماتي، ومع ذلك انا مبسوط جدا بجد. عشان كده انا بفكر اغير الشعار بتاع الحمله، لو حد اتحرش بيكي خد حقك بايديكي. نوصل للمهم بقى عشان خاطري. جريشة، مين هيوصل رغده؟ انا يا صاحب السعاده هوصلها بعد ما اقبض الكرو. هتستنى ليه؟ هي كرو قرف اللي انت بتقوله، انا هوصلها. براحتك يا ريس. لا هو في الحقيقه انا ما ينفعش اروح مع حضرتك خالص، لان انا اصلا ساكنه في ارض اللواء، وبعدين دي منطقه كلها رتب وفي لجان ممكن اتثبت هناك. طب خلاص يا جماعه مفيش مشكله، انا هوصلك في طريقي. رغد يا جماعه ما تضغطوش عليها، اهلها مطار. انا موافقه اروح مع عند رانيا، حتى نسلي بعض طول السكه. انا مش فاهمه يا رانيا ازاي انت بتتعاملي مع البني ادم اللي اسمه ادهم ده. ده بني ادم فظيع، تحسي كده ان كتله غريزه ماشيه على الارض. هو فعلا فظيع، بس على نفسه. انا من اول يوم اشتغلت معاه فيه وانا موقفه عند حدوده. على فكره انا كذبت عليك يا رانيا، انا مش ساكنه في ارض اللي هو ولا حاجه. ما انا خدت بالي طبعا، عشان كده اتدخلت وقلت ان انا اللي هوصلك عشان ارحمك من تحت ايده. بقولك ايه يا رغده،
احنا نوقف 10 دقايق بس قدام النادي، بنتي تخرج ناخدها ونمشي على طول. ايه ده بنتك؟ انت مخلفه ومتجوزه كمان؟ لا انا مخلفه بس مش متجوزه. اه تكوني من بتوع الخلفه من غير جواز والسنجل مازر والملياطه دي. على فكره انا اتجوزت وخلفت واتطلقت زي اي بني ادم طبيعي على فكره، وبعدين ما كنتش عايشه في مصر اصلا. ما كنتش عايشه في مصر؟ امال كنت عايشه فين؟ كنت عايشه في ايطاليا، كنت بدرس هناك وتعرفت على طليق. اه طب يا ترى بقى اللي كان جوزك ده ايطالي ولا ميد ان ايجيبت؟ ده كان ايطالي، كان ايطالي. اتجوزنا وخلفنا ملوكة، قعدنا 3 سنين وبعدين اكتشفت ان احنا مختلفين قوي، وبصراحه بقى انا بكره كده. اكيد طبعا مش ايطالي، مملوك الكذب بيلففوكي على المروحه وانت واقفه. الموضوع ملوش علاقه بايطالي ولا مصري يا رغده، الموضوع ليه علاقه بالرجاله، طبع الرجاله هما كلهم كده. عشان كده انا قررت ان انا اقفل باب الحب ده خالص واعيش لبنتي. لا ده كلام كبير قوي، ده انت محتاجه قاعده. اكيد هنقعد كتير يا رغده. خدي بقى سجلي رقمك عشان انا هحتاجك في شغل قريب، فاعملي لي اد على فيسبوك. اه يا حبيبتي بالنسبه للفيسبوك انا اصل الموبايل بتاعي فاصل شحن، لما اروح اعمل لك اد اكيد. شور. هاي ملوكا. هاي مامي. مش تقولي هاي لتان؟ هاي تان. هاي روحت. ايه ده، هي بنتك كانت في النادي ولا كانت شغاله في منحل؟ منحل ادم بالماسك بتاع لعبه الشيش. لعبه الشيش؟ معلش يا روح طنط، اصل طنطك اخرها في الشيش، الشيش توج والشيش كباب. اطلعي يا حبيبتي هيدونا مخالفه. اطلعي اطلعي. يا دليله السوداء. لو سمحتي اموريني. حضرتك مرات الاستاذ اسماعيل جاري؟ لا مراته ايه؟ انا اختي يا دنايا. اول مره اعرف ان عنده اخت زي القمر كده. الله يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. الباب اتقفل عليا وانا برمي الزباله، اتحبست بره. ايه ده تاني؟ طب بقول لك ايه، ما تبقوا ترموا زبالتكم الشباك وبلاش قرف. وانتيش عرفك ان انا اتقفل عليا الباب قبل كده وانا برمي الزباله؟ اه سؤال في محله. لا اصل على فكره اخويا اسماعيل ما بيخبيش عني حاجه، ده حتى حكى لي بالاماره لما جوزك ابن الكلب الواطي حاول يتطاول عليه. عارفه انا لو كنت موجوده كنت قلعت الجزمه وزرفتها له ببقه. سامح كده طول عمره مندفع وعامل لي مشاكل، بيغير عليا موت. ممكن اخش عندك بس جوه في الشقه لغايه ما يجي؟ لا بلاش يا حبيبتي جوه في الشقه، عشان انا 10 دقايق وشي هيشقق يعني. هو ايه شقق؟ لا اقصد ما تاخدي الموبايل تكلميه احسن. اكلمه ليه؟ ده هو زمانه خرج من الشغل، زمانه في السكه، زمانه على وصول. تعالي بس نخش جوه. اصل انا عايزه اقول لك على حاجه، اصل انا قاعده في الشقه لوحدي. طب وايه يعني، ما احنا اتنين ستات زي بعض. ايه ده احنا زي بعض؟ ايوه. طب اتفضلي يا حبيبتي، بس انت المسؤوله. هاي تعالي احسن حد يشوفنا. اتفضلي اتفضلي يا روحي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقفلي الباب. لا يا حبيبتي خلي الباب مفتوح لحسن انا جسمي مسهد ما بطيقش الهدوم اللي عليا. لا اقفلي الباب احسن حد يشوفني وانا بقميص النوم. لا 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 يا حبيبتي، اصل انا قاليه سمكتين بوري قبل ما انزل فريحه البيت تقليه. الله. ايوه. بيتكم حلو قوي. بجد؟ اه والوانه حلوه. بجد؟ وفرشه حلو، شكلكم عندكم ذوق. الله صحيح احنا ما تعرفناش. انا رغده. وانا يسرى. رغده ويسرى؟ ايوه. ده احنا كده ناقص لنا ناس الدغيدي ونعمل فيلم لحم رخيص. سمي خليفي يا مضروبه. اتمنى ما اكونش قلقتكم. الا قوليلي. ايوه. فين استاذ اسماعيل؟ اسماعيل تعيش انت؟ يا لهوي مات. لا اقصد يا حبيبتي ان انا لما باجي هنا زياره بيسيب لي البيت، اصل انا مش عايشه هنا. انت عايشه فين؟ انا عايشه في باكستان. وبتعملي ايه في باكستان؟ فاتحه محل كوافير هناك يا حبيبتي. آه. فلما باجي بقى فجاه هو بيسيب لي البيت علشان ابقى براحتي يعني. ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي حقيقيه؟ دي حاجات يا حبيبتي، اصل انا بدرس طب قسم تشريح. وايه المناخير دي؟ مالها كبيره كده ومنفوشه. اه اصل دي مناخير واحد مدمن. آه. لا ما تلعبيش لي نف في ايدك. ايه الصبع ده؟ ماله طويل كده ليه؟ ده تخين قوي. تخين وطويل. تاني هو. لا مش معقول، عندك حاجات تانية تفرجيني عليها. انا هموتك. ايه ده؟ مين البقرة اللي دخلت علينا دي؟ مين دي يا ولية؟ انت ازاي تدخل بيوت الناس كده يا ابن الكلب يا واطي؟ هتغلطي يا هزاك. ايه ده يا رغدة؟ ده سامح. ده اللي غلط في اسماعيل اخويا؟ اسماعيل اخوها؟ ايوه اسماعيل اخوها، دي رغدة. يا اللي واضحني ومجرسني في كل حته، يا اللي بتشك فيا. معلش يا حبيبتي. تعبت منك يا اخي. معلش يا حبيبتي معلش. اسف يا اسرة. اسف يا مدام رغبة. رغبة؟ انت ما تسمعش كمان يا بغلة يا حيوان. رغدة. اسمي رغدة. انا اسف، انا اسف جدا بس بحبها. تحبها تقوم تعمل فيها كده يا سافل يا حيوان. مراتك الغلبانة كانت واقفة مالت بين السلم. خدتها معايا. ايوه. دخلتها بيتي علشان احافظ على شرفك يا خرتيت. هلقك في بقك. خدتيني على اخوانا. انا اسف
اندفعت من خبطه الشنطه في ملامحي. انا اسف، يلا بينا نروح بيتنا. انا خلاص مش عايزه اعيش معاك تاني. ما تتكلمي يا مدام رغبه، قولي لها حاجه حنيني قلبها عليا. معلش يا يوسف، روحي معايا. الست مننا ما لناش غير بيت جوزها. بصيها بصيها هي بتهدى ما تتبس. مش حابه تروحي، روحي معايا. بطل.